السلام عليكم خوتنا، بخير هاني، لاباس عليكم؟ مزيان، نتمنى من الله انكم تكونوا بألف صحة وعافية ان شاء الله. ومهم جيتكم اليوم بواحد الفيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم، مغاير كاع الفيديوهات اليوم ان شاء الله. اش نقول لكم، الحمل كامل تحط على راسي، ما عندي ما ندير، هادشي اللي كتب الله. مهم اليوم ان شاء الله غنخرج انا اللي غنتقدر هاجر، لانكم ما كتعرفوا ان شاء الله، كما كتعرفوا هاجر مازال نفيسه، ما تقدرش تخرج السويقه يعني، وما يمكنلاش تخرج اصلا دابا حاليا، والبرد، السلام ودابا عليكم. هيا بغات تسلم السلام عليكم. عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير يا ربي، وبصحة جيدة وعافية. كاين شي برد عندكم ولا والو؟ عرفتوا راه واحد البرد عندنا حنا هنا في مكناس، ما نقولش لكم، واخا اللي كيجينا البرد ديال الافران وديال ديال الإفران الحجاب والحاجب. وازرق. ايوا الحباب، عاد دوشنا الكتاكيت، ايمن وهيثم وشد معايا، وخا البرد عشر بنات، درت الملاية هكايا وتخشيت تحتها ودوش ليهم، والله الا مسات لكاع وراحتهم، لان راه كان عارفين يعني ما دوشوهمش الطبيب، غير كانوا مسحوا ليهم ما بقاوش كيدوشوا ليهم. ما كيدوشوش، احسن حاجه ما يدوشولهمش، يعني كتكون واحد الماده باقا خاصه من ديك 3 ايام، هما هادشي اللي كنت انا شفت في اليوتيوب قال التليفون، وهادشي اللي كنا البنات دوشناهم مساك لكاع وراحتهم، هما عاد نعسوا وقت اللي شوف الثلاجه ولات كتصفر، ما بقى فيها حتى شي حاجه، كيقول لي ديري شي حاجه، كنقول لي راه الثلاجه والو ما بقى فيها والو. المهم اليوم غادي يمشي ان شاء الله يتقدى ليا، غنتقدا ونشوف التقديه ديالي كي دايره، وانتم حكموا شوف عليها، وهي راه عارفاني شنو. وعاد شري هو كيوصل عند الخدام بشحال هذيك، يقول له عبر ماشي يقلب ويسول لا والو، غير كيبقى يعبر وصافي. دابا اليوم لابسه جابتي شي خضره، اللي جتها خصك تقبلي عليها، كاينه ولا ما كايناش؟ والو عرفتي لا شوف، قلت هذه شحال كنقول لك شوف، اللي جتها خصها تقبل عليها، لان كان لك كل موجود رخيص، انا غنجيب لها اللي جا اللي كتب الله، هو هذا كنجيب لها على حسب المعرفه ديالي. لا يسول، باش ما تبقاش تسول والدور ماشي توصل عند واحد وتشري، راكم عارفين البنات، واحد كيكون ناقص شويه، واحد كيكون المهم، حنا جبنا داك الشيء الا قدنا صافي. هذاك الشيء اللي كاين ان شاء الله، راه قبل ما نولد كنت شريت كل شيء بزايد، المرأة ماشي المهم، كاين اللي تبارك الله ما شاء الله رجال هكا كيعرفوا في هذا الشيء، هو مولف. انا ما كنعرفش، انا كنعرف غير حاجه اللي هاد الشيء صافي، ما كنعرفش يعني، ما تنخرجش نمشي نشري، انا كنقول لها كل اللي بغيت تشريها هي هذا، كيعجبني نشري راسي، تشري راسها هي هذاك الشيء اللي كاين، تندور وهكا نقلب كنشري راسي داك الشيء اللي انا اللي زعما خاطري فيه، ونتكيس على راسي ونتشطر على راسي. المهم دابا جابت الوقت، غتمشيو معاه نمشيو نجربوا اول تجربه ديالي، اول تجربه ديالي هي. انا غنكتب لوالدنا، غنكتب داك الشيء اللي خاصني، غتكتب لي داك الشيء في ورقه ونعطيه يجي، وكتبي لي دابا، انا غنكتب لك دابا شي ستيل مع شي داتو اسا، كتبي داك الشيء اللي بغيتي، وحنا نسيرو معاه نصور معاه في الصور صافي ان شاء الله. و شي بطاطا خامجه ولا لا لا ان شاء الله، داكشي تنعزل من داكشي زويون، كنعرف نعزل داكشي، دابا بحال كون بغي نعزل نعرف نعزل، غير هو في داك الشطاره وداكشي ما كنعرفش، هذا هو اللي كاين. ايوا المهم بقاو معنا ان شاء الله، وكملوا معنا الفيديو سال الخير ان شاء الله، ما تمشيو فين، ورحنا كنبغيوكم دائما. يلا السلام عليكم، اشحال ما عطيتش اخويا؟ وصلت شحال؟ فقرة وش قال؟ اشحال وصلت معلم؟ أقول يا صاحبي شحال بصلة؟ بحال هذي، بحال هذيك خويا شحال؟ هاد الحمراء الخضراء هي 100 دريال، وهاد الحمراء شحال اصاحبي؟
أقول لي معلم الحمراء شحال؟ جاب ليا ما شتيش قال لي جوج بطاطا 2 كيلو راه مازال كيلو و 6 كيلو اخر صافي. هنا العنب هاد الناس انا الربيع قال لك بغى الحريره ديال المطيشه كان جاب ليا البارح زادني ها انتم الفلفل راه كاع ما كتبتها له جاب لقيتها بعدا لقيتها شويه رخيصه وانا نجيبها عبرتي مزيان كان دايرين 80 100 لقيتها غير ب 60 وجدتها صافي. هو زاد بطاطا خلاص بطاطا كاينه ب 80 100 وانا جبت ديال سميتو لقيتها ب 60 جبت 60 معليش شوف 2 كيلو البارح جاب لي البصل البنات كيزيدني كيلا لقيتيها البصله لقيتها ب 30 شحال جبت 2 كيلو والله من البنات معليش ها انتم البنات صافي راه ما عندي ما يتسال ومطيشه مطيشه راه جبتها راه شحال لقيتيها داير مطيشه لقيت 30 ايوا صافي جبت 2 كيلو والحمد لله وشكري لقيتي اللي يجيب لك الخضره ويجيب لك هذا راه الحمد لله وشكري لاباس راك لاباس هذا هو اللي كاين تولف راه تعلم الحمد لله ايوا لا اله الا الله مدرسه دار البنات ديما نقول ايوا الناس المهم اخوتي انتما ها انا جبت هذا الشيء اللي كتب الله المهم انا قلت لها قبلي على ما وجد اللي واج كل موجود رخيص هذا هو اللي كاين ايوا اش غدير انا ما عمري والله الا زعما راه ما عمري مشيت خرجت تقديت هكا راسي راني ما راه اول خطره اول مره بحال هكا مشينا داكشي اللي استفدنا شويه المهم بعدا غادي يولف البنات والله معانا دابا الحمد لله يعني راكم عارفين وحتى يعني دابا ما قدرتش تخلي الدراري هكا بوحدهم داكشي علاش حتى حنا اليوم قلنا من مره انا مره هو ما عندهاش دابا هي كيدير وهذا صافي باش ودابا الناس خصني نوض نوجد ليه الحريره وجد ليه الحريره دابا الحريره والبيتزا البيتزا البيتزا راه قطعت لها كانت عندي مازال الفلفله والبصله قطعتها راه غادي نشحرها المهم وانا غنمشي نجيب لك عاوتاني ديك البات ديك سميتو ما نصايباش ما فيها اللي وقف عليها غيجيبها لي هذيك الواجده نجيب الواجده نيت 5 دراهم البنات نصايبها له والحريره خليها الغدا لا اليوم اليوم ان شاء الله ومهم خوتي نتمنى من الله المهم هذا الفيديو يكون عجبكم وهذه ومهم وقبلوا علينا هذا الشيء اللي كاين قبلوا علينا ونتمنى من الله ان هذا الفيديو يكون عجبكم وما تنساوش تشجعوني الله يسهل عليكم انا راه مازال ما كنعرفش نهضر في الحقيقه في اليوتيوب انا غير بغيت نوه لكم على هذه النقطه هذه بغيت نوه لكم على هذه النقطه هذه انا مازال ما كنعرفش نهضر وحاولوا تقبلوا علينا انا بعدا راه ما كنعرفش نهضر في اليوتيوب هكا ولا دي راه ما كنعرفش حقيقه الله وراه جرى صحاب مره قالت لي ومهم الحمد لله انا ماشي ما كنت حتى ما كنديرش فيديوهات باش تولي ما كنديرش فيديوهات بزاف هذا هو اللي كاين يعني وكنتلف في الهضره هو اليوتيوب ولف كما قلتي هذا هو اللي كاين اما هو ما كيديرش فيديوهات كنقول ليها انت اللي درتي يعني شارك مع الناس هذا الشيء اللي كاين يعني راك زعما راه الناس عارفين قاسم الخدمه على الاقل الحركه تحرك شويه المهم يسهل الله هذا الشيء اللي كاين حنا تنطلبوا من الله يسهل ولكن هو الشيء اللي كاين وما تنساوش لايك وتبارطاجيو الفيديو واللي ما تابوناش يزيد يتابونا ان شاء الله وخلاص الحباب ديالنا حبابنا وخوتنا الله يحفظهم وراه تنحسبهم عائلتنا الثانيه وما تنساوش الشعار ديالنا دائما اننا كنحبوكم وكنبغيوكم والله يخطيكم علينا والله يوفق الجميع اللي تيتمنى شي حاجه الله يوفقوا ليها وشكرا لكم وبسلام عليكم. بسلام.